السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على كامل النور سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه طيبة تبدو حولها العيس بوارك، كل صب فيك يشدو يتغنى بحرارك. أنت يا طيبة قصدي أشتهي شم غبارك، خير أيامي عندي يوم أدنو من مزارك عليه الصلاة والسلام. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني، لا إله إلا أنت، سبحانك 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 إني كنت من الظالمين. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني وسخر الهدى لي يا رب العالمين، بكرمك ورحمتك وفضلك يا أكرم الأكرمين. أنا وأنتم محمد سيد المصطفى صلى الله عليه وسلم أجمعين، ورحمنا الله وإياكم في هذا الشهر المبارك العظيم، وجعلنا الله من عتقائه في هذا الشهر المبارك، نحن والدينا ووالد والدينا وإخواننا وأخواتنا وأولادهم وأولادنا وذريتنا إلى يوم الدين، بكرمه ورحمته ومنه وفضله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.